اليوم راح نتكلم عن موضوع غريب ومحير وغامض، وممكن نعمل سلسلة نكشف فيها الغموض عن مثل هذه المواضيع. يلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبتدي. موضوعنا اليوم غريب ومحير، والعالم كله يتكلم عنه في هذه الأيام، كأنك تشوف فيلم خيال علمي مثل أفلام السفر عبر الزمن وهذه الأمور، بس في أرض الواقع. ظهر في الفترة الأخيرة وخصوصا في فبراير حساب لشخص إسباني على التيك توك مسمي نفسه بالإسبانية الناجي الوحيد. هذا الشخص طلع في أول فيديوهاته يدعي بأنه صحي داخل مستشفى في إسبانيا وبدون ما يعرف إيش اللي صار، ولما صح لاحظ أن المستشفى فاضي، ما في ممرضين ولا عاملين ولا حتى مرضى في المستشفى، فطلع من المستشفى عشان يتأكد من الموضوع، ولاحظ أنه ما في سيارات تتحرك ولا في أحد بالشارع ولا في أي كائن حي غير الطيور. ففي أشخاص ردوا عليه وقالوا أنه صور مقاطعه فترة الحظر، لكن ردة فعله غيرت وجهة نظرهم، لأنه دخل مع المتابعين في تحدي، فكانوا في كل مرة يطلبوا منه يروح مكان معين، فطلبوا منه أنه يروح للمستشفى اللي فاق منها. والشيء الغريب أنه راح فعلا وصور فيديو، ولما راح كانت المستشفى بدون استقبال وبدون أطباء وممرضين وبدون مرضى، فمو معقولة مستشفى بتكون فاضية حتى بفترة الحظر. والغريب في الأمر أن المتابعين لاحظوا أن التواريخ في الأجهزة الإلكترونية كانت في سنة 2027، ولكن كل شيء ملموس يدل على تاريخ 2021. ففي ناس شكوا أنه ممكن يكون معدل بالتاريخ، عشان كذا طلبوا منه يسأل جهاز أليكسا عن تاريخ اليوم اللي هو فيه. والشيء اللي صدم المتابعين كان إجابة إليكسا أن التاريخ 21 مارس 2027. اوكي جوجل، كيف فيتشا شوي؟ Es domingo 21 de marzo de 2027. فدخلوا على الخط أصحاب النظريات وبدأوا يطرحوا نظرية العوالم الموازية، وكأن هذا الشخص انتقل لعالم موازي بين سنة 21 و 27، والواقع اللي هو قاعد يشوفه واقع 21، لكن الزمن اللي عايشه هو زمن 27، وشكلها البشرية انقرضت بالعالم اللي هو فيه، يعني الفكرة ملخبطة. المثير للاهتمام أن المتابعين استمروا يتحدوا، فصاروا يطلبوا منه يروح أماكن معروفة بأنها مزدحمة بالسكان، وفي اعتقادهم بما أنه في مدينة فالنسيا الإسبانية اللي عدد سكانها 2.5 مليون، فشيء مستحيل أنه يلفلف في المدينة بدون ما يلاقي أي أحد.
طلبات المتابعين ما كانت بس متعلقة بالأماكن العامة العادية، فصاروا يطلبوا منه يروح لمعالم تاريخية مثل الكنائس القديمة في إسبانيا، والمفاجأة كانت إنه راح وصور من هنا، وفعلا كان المكان خالي تماما. فهنا قالوا صعبوها عليه وقالوا إنه أنسب مكان يفضحه المكان اللي ما يفضى من الناس مثل المطار، فطلبوا منه يروح المطار، وطبعا كان رد الرجال بأنه نزل فيديوهات وهو في المطار. ولما دخل ما كان في حراس ولا في أحد، والغريب إنه كانت بعض الرحلات في المطار مجدولة ولكن ما في حراس تضبط الإجراءات الاحترازية. فقالوا صعبوها عليه أكثر وأكثر بأنه يروح أماكن مستحيل في أحلامه يدخلها. فأول هذه الأماكن كان القصر الملكي في فالنسيا، وتحدوه إذا راح وصور من داخل القصر بيعطوه 500,000 دولار، لأن هذه المنطقة فيها حراسة مشددة ويعتبر قصر تابع للمملكة الإسبانية. تفتكروا الرجال وقف؟ الرجال بقى صامل على التحدي ونزل فيديوهات من داخل القصر وزار المتحف وكان بدون رقابة وما في أي شخص موجود. في ناس قالت بأنه معدل الفيديوهات بالمونتاج وشايل كل الناس وأن الفيديوهات اللي ينشرها مو حقيقية، ولكن كان رده أنه يروح لمنطقة مشهورة بالازدحام، وفاجأهم بأنه وجه الكاميرا على مرايات مبنى عشان يبين انعكاسه وانعكاس الشارع، لأنه صعب ومستحيل أنه يعدل على الانعكاسات في المونتاج ويشيل الناس، وبكذا قدر يثبت لهم أن الفيديوهات ما فيها أي تعديل. فقالوا ناس إنه صور في أوقات الفجرية اللي ما يكون فيها أحد أو الساعة 6 أو 7 الصباح. فهنا قرر صاحبنا ينفي هذا الكلام بطريقة ذكية، وهي إنه يروح شارع عام مشهور بالازدحام، وأظهر لهم الساعة في الشارع وكان التوقيت 5:46 دقيقة العصر وما في أي مخلوق في الشارع. فالمتابعين حبوا يجيبوها من الآخر بطلب خطير وتحدوه يقتحم مركز الشرطة. الرجال دخل وصور وأخذ راحته على الآخر. فبدوا المتابعين يستمتعوا بهذا الشيء، وفي واحد طلب منه يروح ملعب نادي فالنسيا الإسباني، وفعلا الرجال راح ودخل حتى الغرفة تبديل الملابس وراح لأرضية الملعب.
وفي تحدي جاه يطلبوا منه يروح لحديقة الحيوانات، وراح صاحبنا وصور. وكانت المفاجأة إنه ما حصل حتى الحيوانات اللي في الحديقة. هنا الرجال قرر يسوي هو تحدي للمتابعين، وراح حط سلاسل وميداليات في مناطق معينة وطلب من اللي يتابعوه يدوروا عليها. والعجيب أن الناس راحت لهذه الأماكن وكانت مزدحمة بالناس وحصلوا الأشياء اللي حطها. حتى هنا والأمور تمام وتحدياته مع شخصيات عامة من الجمهور، لكن المرة دي جاء تحدي من شخص مشهور في محطة تلفزيونية وتحداه وحط له كتاب بزاوية مخفية في الاستوديو. El siguiente. Voy a colocar mi libro. Oh my god, que sale el miércoles 26 de mayo. Mira, voy a meter el libro aquí, lo escondo y tú vienes y lo coges, ¿vale? Aquí viene. Mira, ¿ves? Pum. Ahí está. A ver si eres tan listo, lo consigues encontrar aquí en el hormiguero. ولكن الشيء الصادم إن صاحبنا تسلل لداخل الاستوديو وأخذ الكتاب بكل بساطة وما حصل أي أحد في المحطة التلفزيونية. أصحاب الاستوديو رجعوا لتسجيل الكاميرات وحصلوا فيه ظل غامض وشفاف ظهر على لوحة في الاستوديو، وفي النهاية الرجال مستمر إنه ينزل فيديوهات، وحسابه في التيك توك انشهر وصار فيه كثير من المتابعين. صحيح شيء غريب ومحير، بس كل شيء له تفسير، وإن شاء الله عندي تفسير تفصيلي بعمله في الجزء الثاني عشان ما تطول فترة الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني، والله أعلم.